اكلمكم النهارده على نظام فري ماكس 200، احدث انظمه اورنج. اورنج كان اقصى فري ماكس عندها 150، دلوقتي عملت نظام فري ماكس 200. النظام ب 200 جنيه في الشهر، ولكن 200 جنيه رصيد، يعني هنشحن ب 300 جنيه كروت شحن او شحن على الهواء. الباقه الاساسيه 14000 وحده دقايق ورسائل وميجا بايت. لو احنا شغلنا البلاس سوشيال هيبقى معانا لغايه 28000 وحده سوشيال على برامج السوشيال ميديا زي الفيسبوك وواتساب وانستجرام. عندنا فيسبوك ببلاش لحد 3000 ميجا، يعني 3 جيجا. كمان عندي خاصية اللي هي البلس دقايق، ان انا بعد ما الباقة بتاعتي بتنتهي، يعني بعد ما اخلص 14000 وحدة دول، اقدر اكلم ارقام اورنج لغاية 1700 دقيقة. عندي كمان 3 ارقام اقدر اضيفهم على الباقة بتاعتي ونكلم بعض ببلاش، كل واحد بقى ليه 150 دقيقة، واقدر كمان اقسم معاه وحدات من 14000 وحدة. كمان في عرض للخطوط الجديدة، لو انت اشتريت خط جديد او حولت على نظام فري ماكس 200 الباقة بتاعتك، انت اشتريت خط جديد بيبقى ليك عندك ضعف الباقة لمدة 3 شهور، يعني الباقة بتاعتك اللي هي المفروض 14000 وحدة بتبقى معاك لمدة 3 شهور. الباقة تيجي تجددها بتبقى بتدي لك 28000 وحدة. كمان لو احنا فعلنا السوشيال ميديا ودخلنا على السوشيال ميديا، الباقة بتاعتنا هتوصل لغاية 56000 وحدة ميجا سوشيال. دي حاجة بسيطة جدا كده للنظام، ان شاء الله اعمل لكم فيديو تفصيلي على فري ماكس 200.